يترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ليوم الاثنين اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروعي قانونين، يتعلق الأول بالقضاء العسكري والثاني بالوقاية من الفساد، وكذا عروض تتعلق بالتنمية والمياه والنقل البحري للبضائع حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان: يترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروعي قانونين، يتعلق الأول بالقضاء العسكري والثاني بالوقاية من الفساد، باستحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، وعروضا تخص البرنامج التكميلي للتنمية لولاية سمسيلت، إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه ومتابعة مدى تنفيذ خارطة الطريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع. بعد مشاهدتكم لهذا الفيديو اتركوا لنا تعليقا واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم الجديد، وإلى فيديو آخر دمتم في رعاية الله وحفظها.